You are watching Amin World News Channel. Very sad news, Emir of Kuwait has passed away. The late Emir of Kuwait, Sheikh Nawaf al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, was laid to rest in the presence of close relatives and friends at the Al-Salabikat Cemetery in Kuwait on Sunday. Stay tuned with Amin World News. الظهر ومن بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب. يوم السبت يوم أمس مشاهدينا كان الديوان الأميري نعى أمير. أولا الأشخاص محكومون بقدر الله، ومن قدر الله كما نولد نموت، وبعد ذلك أمير وفي أكثر من وزارة، ثم انتقل إلى أن يشغل سدة ولاية العهد، واستعان به الأمير الأسبق في المراحل الأخيرة من عمره كما هو استعان به، عندما يكون ذلك لازما وضروريا. إذا نحن اليوم مشاعر كل وداع لمحبوب، هكذا يكون ورجل كان محبوب. يعني الكويت وطرقاتها شبه أخاوية اليوم صباحا، وهي تودع